ملي كيجي هاد لابيريود كيولي واحد المشكل. اشنا هو؟ نعم. كيبداو ما يسمى باحتفالات راس السنه. ماشي مشكل، احتفالات كاين شي احتفال فيه مشكل. ورا ربع المرات يولي احتفال مشكل. وقبل منها تيكون احتفالات ديال الكريسماس نويل يسمى بعيد المسيح او لا، التسميات تختلف على حسب اللغات. فين كيكون السابان ديال نويل وفين تيكون داكشي كامل، و احتفالات زوينه، سابان الاضواء لابوش الكاطو الشكلاط الكادو لي زويت لي كادو لي كروفيت وزيد 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 وما الى ذلك. احتفال جميلة كاين بزاف ديال الناس كيحتفلوا برسام وكيشرقوا المراس العام من السابان ديال نويل. بزاف ديال الناس فين كينتقدوا هاد الاحتفال. اسيدي حنا مسلمين ماشي مسيحيين، والتشبه بالغرب والتقليد الاعمى وكديروا هادي وهاد الزمان، وحنا خاصنا نحتفلوا بعيد السنه الهجريه وهاد الاحتفالات ماشي هي هذيك، وهاد الشيء اللي كديروا نتوما يا اللهم ان هذا منكر. وبزاف ديال الناس كيتاتاكاو باسكو وسورتو السابان كان هو موضوع الساعه هاد الاسبوع. الفنان ولا المشهور ولا الممثل ولا لاعب الكره القدم ولا اي واحد اللي حط سابان كانت عنده واحد الوابل من الانتقادات. ملي كتحتفل بشي حاجه صافي تخبط كتعبد ولا كتصلي ولا متبع ديك الديانه. هو سميتو احتفال كيما كتحتفل بعيد الأم، عيد الام، عيد الحب، حيت داخل ديك السابا في احتفالات راس السنه. حنا ماشي راس السنه الميلادي، حنا راس السنه الميلاديه من ديما كنا كنحتفلوا به. ما يسمى بالبناني. من ديما كان بابا نويل كلنا تصورنا بابا نويل صغار، راه هادشي كان من ديما. علاش اللي ولا غنتفكروا ننتقدوه؟ شكون كانوا لي فيترين ديال المحلات كامل ديال الحلابات ولي باتيسخي وكلشي سنة سنة علينا في الزنقة ولا كومي والديكوراسيون اللي بحال الثلج بحال 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 كيديروها في القطن في صالون باتيسخي بيان سور. وكانت الناس كتخرج تحتفل برأس السنة وكيتلبسوا لي ستراس، وشكون ما كيشريش حلوى في لي ستراس العام ولا هادشي. بزاف ديال الانتقادات، وكانوا بزاف ديال لي ماكازان كيديروا لي سابان دو نويل حيت بكري مثل دابا باقي حنا عندنا نويل غادي مع راس العام غادي مع الاحتفالات تاع راس السنه، ماشي فورسيمون ميلاد المسيح ولا غنمشيو لليكليز نصلي ولا هو سميتو احتفال. الدراري الصغار كيعجبهم السابان، شجره معامره بالديكوراسيون ولي غيرلوند وداكشي كيبري، غتبغي تفرح هذاك الوليد وتجيب داك الجو اللي غادي مع داك لو تيم. بيان سور Je suis d'accord. Mais ma papa Noël, je suis d'accord. Le papa Noël, c'est une, c'est, c'est, il fait partie des légendes. Je suis d'accord. 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 Je suis رمضان علاش ما شغلناش حنايا؟ شغلنا شغل هذاك. انا تنقول بهذا الوقت اللي كندوزو منا خايبه علاش شي احتفال مرحبا به بيان سور يفرح لينا وليداتنا مرحبا به، اللي غادي تخلي شويه البهجه وننساو شويه الهم مرحبا بها. وهذا لاني انني متبع ديانه ولا انني كنعبد هذا ولا والانتقادات ابتسام غتكون دائما دائما كيف ما بغينا هي كدايره. مي شريتي تسابا هاد العام ما شريتوش، من العام الجاي غادي نشري ان شاء الله صافا. ما اونكور اون فوا ما عنده علاقه مع الديانه ديالي، ان شجره خلقها الله علامه ديال اننا كملنا واحد السنه. واحسن حاجه كمل ديك السنه وانت فرحان وانت دير شي حاجه اللي كتفرح، ماشي تكمل العام وانت مكتئب ولا ما نشريش سابا باسكو كلشي كيدي هادشي للدين. راه سابا متفق معايا يوسف واش عنده علاقه مع الدين؟ سي اونتو انني بعدا نشرح علاقة سابا مع علاقة الدين ولا توجهي الديني. أنا سي أونتو أنا شرحان أن هذه علاقة كتكون عندك وبين الإله ديك اللي أنت كتآمن به. ياما ناس كيديروا فيكوراسيون في محلات ديال العبادة وكنشوفهم كيعبدوا هما حاجة واحدة أخرى، ياما ناس كيعبدوا في ديورهم ما تنشوفهمش كيعبدوا في محلات ديال العبادة وهما كيآمنوا بالله. يعني سيتي غولاسيون اللي بينك وبين الخالق ديالك. فاحنا كاينين بزاف د الحوايج اللي خاصنا ندويو عليهم، ليدوكاسيون، تقبل الآخر. الناس كانوا من ديانات وحنا أخرين، وكان التعايش وكنسلموا الحمد لله باقي حتى لدابا. كانوا جيران ديانة اليهودية وكانوا جيران مسيحيين، وكنا هما كيحتفلوا معانا في الأعياد ديالنا وحنا كنحتفلوا معاهم بالأعياد ديالهم. وهذه غير هذه غير احتفال. وعلاش حنا كمسلمين غنبداو ندويو على هذا الشيء؟ راه حتى إخواننا من الطائفة اليهودية راه كيحتفلوا بالنوال، لأن نوال واحد العيد
universel mais d'autres à la cabine est universel et commercial en même temps qu'est-ce qu'on fait les autres parce que chez les huiles je veux dire que chez le web qu'est-ce qu'on entre là les enfants donc mais il y a une joie farha wa bahja que je me fais les ailes après sapin ou pas sapin elle a quand même un sapin dernièrement qu'est-ce qu'on chemel qu'est-ce que l'idée de que de que les ailes que de que tu fais c'est zit ou l'hato on va faire le hal ou حق الله العظيم ou quand عندي شي 10 سنه صار بالسابان مسك انت بقات فيها بقات بقى عود وغير ماشي الميكا ديال الميكا بقى فيه مسك عود ما داكشي ديال الشينوا كل ساعه كنلقى الديبري فرتت ليا طلع ليا درت لحتو مي كوم جلي فيتي هاد العام عند انامي فكان عنده سابان في دارو مشيت عند انو تخمي حتى هي كان عندها سابان درنا ماكله زوينه ضحكنا نشطنا شفنا الصحاب شفنا الحباب سيتي لوكازيون باش نسويتيو جوي نوال صحابنا اللي عايشين على ليترونجي باسكو اوتوماتيكمون عايشين فواحد البلاد دونك سي لا كولتور ديال ديك البلاد فكتماشى معاها يكفينا عقادا وتخربيق والخوا الخاوش حنا عندنا هما راه كيفيتو انا بعدا ملي كنت عايشه برا كيف فيتي ولك العيد تيقول لك مبروك العيد ديما مبروك مبروك رمضان ملي تسمعوا كاين شي فيت ريليجيوز وكيكون معاك في الخدمه ولا في البيرو كيقولوا لك مبروك العيد بون فيت دو لايد وتيقول لك بون بون جوي رمضان احتراما وتيسولك كيفاش دايز معاك رمضان وجي كتبوها في السوبرماركت باش يبيعوا لي برودوي اورينتال ديال لي برودوي اورينتو باردون ديال رمضان كيحطوا الحمص والعدس داكشي والتمر وتيحطوا حداها بوغامادون يعني هما ما عندهمش مشكل انهم يسويو الاسويتو لينا ويهتموا بداك العيد ديالنا هما بغين يبيعوا شري وحتى في المغرب الناس اللي فلوغيست بغين يبيعوا شري ولي سابا وكلشي باغي يبيع شري وباتي تخي باغي يبيع ويشري لي بيوش مولا الصالون باغا تخدم ودير لا كواف وتصبغ للناس وهكذا دابا عليك مولا بوتيك باغي يخرج دوك الستوك اللي عندو نايح ما بغا لي حتى حد بغا يسولدي ويبيعو ولي جوي الناس باغا تبيع وتشري علاش كاين المشكل ابخي الاعتقادات ولا الايمان كل واحد تري بيرسونيل كل واحد ايمان وشوف قلبه ما تخرجش تحلو قلب عبد الله شوف لي سونتي كيفاش انت كتعامل معايا حنا كبرنا مع والدينا انا جو بارل دو مون بروبر اكسبيريونس والدي اللي كانوا ليميت ناس اميين ولكن كان الله يرحمه كيمشي شنا غاطو ديال راس سورتو راس العام ديال راس العام ولا بوك انا جو مغابيل تري بيان عندي واحد لا فوطه المره نجيبها لكم تشوفوها دايرين حلا البريق دايرين عصر في البريق ما كانش عندنا لا كاغاف اون فيني دان كارتي بوبولار في محمدي ما عندناش لا كاغاف باسكو حتى لا كولتور ديال لي كاغاف ولات حتى لهنا 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 حنا يا من اباء مهاجرين امازيغ دونك مي كان العصر كوميم ديال التفاح محطوط داك البريق وحنا لابسين حوايج زوينه مصورين في الصالون وحاطين الكاطو فتا شي حاجه ما كانش الخزعبلات كلها وعلاش كيفاش ولا حتى شحوق كاينين حوايج مهمين نحن نقدروا ندويو فيهم كاين بزاف د الحوايج مهمين اللي انا جو بونس اكثر اهميه من ان انا ندير شجره ولا هذا يشعل عافيه ولا هذا يدير شعاله كل واحد حر حتى الشعاله راه ما كايناش نجي نقولها شحال كنديروا الشعاله ونشعلوا العافيه من دندروبا ونغوتوا من غير الشعواده وداكشي اللي كيدار فيها بلا ما ندخلوا في هذا الموضوع علاش دونك نو 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 الا كان الاحتفال احتفلوا وحبوا بعضياتكم وحبوا الناس من اجناس اخرى ومن ديانات اخرى ومن تقاليد وحده اخرى ومن مذاهب وحده اخرى راه الحياه دايزه حنا راه ما عندناش قلم وقومه غنبداو نصحوا العباد الله شنو غيديروا